السلام عليكم. تعرف بحضرتك؟ سنة كام؟ ثالث سنة. امتحنت النهاردة؟ فيزياء. أزهر؟ أيوة. إيه رأيك في امتحان النهاردة؟ صعب، صعب جدا. إيه اللي فيه صعب؟ كله. بمعنى؟ يعني في أسئلة كده، أسئلة لفة جوه. آه تمام. زي إيه؟ أسئلة كلها في أسئلة علي؟ آه. الأسئلة الصعبة إيه؟ زي كده الرسمة والمسائل. طب دوت مش كله من داخل الكتاب المدرسي؟ ايوه، ما يجيب من في الحديث. تمام. حضرتك امتحان يعني كان معقول بالنسبه لك؟ انت معقول؟ معقول شويه. الصعوبات اللي فيه؟ الصعوبات اللي فيه كان بس ليه كام رسمه، يعني كام رسمه، الواحد ما كانش مركز على الرسومات دول. تمام. هو كتر الرسومات. يميل للطالب المتوسط ولا المتفوق ولا الاعلى من المتوسط؟ اخبار الامتحان معاك؟ الامتحان المسائل صعب، يعني صعب. ايه اللي صعب فيه؟ طيب بالنسبة للسؤالين الأولين بس هم كانوا صعبين، والباقي سهل؟ والباقي أو متوسط؟ لكن مجمل الامتحان صعب؟ آه. تجيب كم فيه؟ نجيب حاجة وخمسين يعني. كم؟ حاجة وخمسين. كويس، شكرا.